فادي تيوب. أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة واجهتنا في هذا هو ستاند حامل الكاميرا، ترايبود كاميرا ستاند. في البرغي هذا بيدخل هون، والأسنان اللي هون، الأسنان الداخلية اللي بتمسك هون كلها تآكلت وذابت، فما عاد في احتمالات لتصليحه، فصار يعني يتحرك بسهولة يمين شمال وغلبنا كثير. بعد تفكير وبعد عرضه على عدة أشخاص وكلهم يعني ما حد أعطانا حل لكيف عملية تثبيت استبدال هذا، يعني خرطنا وعملنا برغي أكثر، عملنا السن جديد، ومع ذلك صار يفرط السن لأنه هاي مادة من يعني خفيفة، مادة زي الألمنيوم خفيفة جدا ما بتتحمل. فآخر شيء ربنا هدانا إلى براغي الرول بلاك، رول بلاك سكرو. كلكم بتعرفوا برغي الرول بلاك هذا، هذا كل ما شدينا الصمولة هاي الأذرع الثلاث هاي اللي هون بتفتح. هذا التصوير السريع اللي مبدأ عمل الرول بلاك، كيف بيفتح مفرش من الداخل حتى يمسك بالجدار الخارجي للثقب بفعل الصامولة المثلث المخروطية الموجودة تحته هون. إذا حطيناها في الداخل هون الريش الثلاثة هاي بتفتح بالداخل وبتمسك مسك مزبوط. حطيناها والحمد لله التجربة زبطت 100%، وبإمكاننا نرخي هيك ونحرك يمين شمال، وبإمكاننا نشد هسه قدنا بدنا بنشد. كل ما شديت أكثر ما في خوف إنها تفلت من هون، بالعكس بتزيد القوة، والحمد لله رب العالمين. رجع الستاند، هذا الستاند ثمين جدا غالي جدا، رجع طبيعي والحمد لله حمد الشاكرين. قناة فادي التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.